حياتي بالبداية كانت طبيعية، ماكو أي مشكلة، بس أنا انولدت وعندي أخت كبيرة بالعمر، يعني أنا من صرت كانت أختي 20 سنة وبس، ما عندنا بعد لا أخوان ولا أخوات. أمي وأبوي حالتنا يعني متوسطة، ما كانت يعني نشكي من المادة شوية، بس يوفرونا اللي نقدر عليه. حلو، هنا عندنا تعليمنا يعني هو مجاني، بس الأشياء مثلا بالمدرسة يوفرونا إياها، فكل همنا بالدراسة. أختي يعني ما شاء الله عليها، يعني أنا من صرت هي كانت معهد ومعهد طبي، والحمد لله يعني تخرجت بعدين، وأنا وعيت عليها هي بالتشتغل، يعني رأساً تعينت وتشتغل، وبس يعني ما كان الموضوع يفيدنا راتب. زمن الطاغية كان الراتب قليل، يعني إيش قدر يصير وما راح يكفينا، وإحنا حالتنا مو هالقد. ممكن أنه الآباء والأمهات يسلكون بعض السلوكيات اللي تؤثر سلباً على أولادهم من غير وعي، من غير ما يكونون هم واعين أنهم هم دا يأثرون عليهم سلباً، أو لربما ما عليهم الأهل الأب والأم، لربما حرب قائمة. الآن الحرب على فلسطين، الأطفال يعني أكثر من مشاهد نشوفها على برنامج تيك توك والإنستغرام أنه شلون الأطفال مذعورين. هل هؤلاء الأطفال لما راح يكبرون ويصيرون شباب، هل راح يكون هم نفس الأطفال اللي عاشوا ببيئة آمنة وما عندهم كان أي خطر أو أي شيء على حياتهم يشتتهم ويأذيهم نفسياً؟ ممكن أنه مرض، مثل ما صديقتنا اللي تناول قصتها، مرض الوالدة كان هو لفت أثر كلش قوي عليها، وبعدين هي مرت بنفس المشكلة. فهواي من المواقف اللي تصير حوالين الأطفال اللي تزرع بداخلهم فد مشكلة معينة، هاي المشكلة تنمو وياهم إلى أن توصل إلى مرحلة ممكن تسبب لهم فد عقدة في مجال معين ما يكشفوها الأهل أو ما يكشفوها أصدقائهم أو من حولهم، ما يكشفون شنو المشكلة اللي تصير، لأنه ما عارفين شنو الصدمات اللي بالطفولة وين راح يكتشفها. راح يكتشفها مثلا المعالج النفسي، راح هو نفسه إذا حاول أنه يسترجع ويا نفسه شنو المواقف اللي صارت، ليش أنا هيك دا أسوي، ممكن أنه يكتشف بالنهاية وين رأس الخيط. لكن كثير من عندهم اللي هو ما عنده هذا الوعي الكافي أنه يدير نفسه ويعرف نفسه جيدا، أو ما راح إلى معالج اجتماعي وغيرها، هذا راح يتعرض إلى فد أزمات ومشاكل تنعكس على المجتمع. بعدين ورا فترة أنا يعني كبرت، أمي صار عندها كانسر وسرطان الثدي بالتحديد. طبعا هذا انا عرفته بعدين، تثقفت على الموضوع وقريت عنه وعرفت هو وراثي، اثاري هي كان عندها يعني عند امها وعند اخواتها. ما تعالجت بصوره صحيحه، اخذت كيمياء وغيرها بس ما فاد الموضوع. امي توفت بعمر يعني وصلت للاربعينات، امي توفت بعدها. يعني أنا هذا الشيء كان يخوفني، كنت صغيرة فكنت أخاف من الموت وأخاف، وتعرفين فاتحة وهذه فأثرت علي، فكنت دائما أخاف وصارت عندي صدمة نفسية بس ما تعالجت. بقيت دائما أتحلم أحلام مو زينة، أقعد أصيح، أخاف من كل شيء، ما أطلع بالظلمة، وبس أنا وأختي. وأختي هماتين خايفة من هذا المرض، لأن تعرفين هي بالصحة فعرفت إنه المرض وراثي. شوف، هو الموضوع صعب، يعني مش قد ما أريد أنه أبسطه أو أسهله، لما يصير الإنسان لما يعني يصير هو يوقع بالموضوع، مش قد ما أنا مثلا كان عندي فد غير رؤية أو غير ثقافة عن هذا الموضوع، لما أحكي ولما أشرح صار عندنا مواقف مثل داعش وغيرها قبل لا أنا أصاب بالكانسر، فكنت أشرح أنه شلون ممكن أنه نموت في أي لحظة، ممكن أنه نتعرض إلى هجمات، وهذه كنت أنطيهم في الثقافة معينة وأبسط لهم الصورة. حتى مرة من عندهن كنا جالسين فقالت بنتي إنه ماما أنا متأكدة مدام أنت موجودة ما حد يقدر يجي هنا للبيت. قلت لها أنا مدام أنا عايشة ما حد يقدر يجي يمكم، لأنه بس أنا أدري إنه يجوز يقتلوني ويأخذوهم، بس مدام أنا عايشة ما حد راح يقدر يدنا يم أولادي. فهنا اللي دا يصير إنه لما أنا أمر بالموضوع الموضوع يختلف. لما أنا حسيت أنه أنا على المحك راح أروح راح انتهت الحياة، هنا أنا ثقافتي صارت غير شكل، صار رؤيتي للأمور تختلف، صار الهواء اللي أتنفسه إلى غير ريحة، إلى غير طعم، إلى غير شيء، إلى غير وقع بداخلي.
الأكلة الطيبة إلها غير وقع بداخلي. فلما قمت أشرح للأولاد صار شرحي مختلف، صار شرحي إنه ماما لا تعصبين على أي شيء تافه، هاي حياة فد نعمة إنه إحنا موجودين بيها، حاولوا إنه قدر الإمكان تستغلون هذا الموضوع أو تستثمروه بسعادتكم. عادي من تعصبين معناته إنه أنت موجودة وعايشة وعصبتي، عادي من تتعرضين إلى خذلان معناته إنه أنت موجودة وعايشة وتعرضتي إلى خذلان، هذا شيء جيد. فصار منظوري للأمور مختلف، حتى للأمور اللي هي وقعها سلبي أنا أكون سعيدة بها باعتبار إنه أنا موجودة وداعيشة. فهنا نفس الشيء بالنسبة للأولاد، لكن يبقى إنه هل هم الأولاد قادرين فكرياً على استيعاب هذا الموضوع؟ لربما هم بعمر كل الصغير، فهنا راح يصير مثلاً شفنا هواية من قرينا هواية كتب وشفنا هواية من الأفلام وغير الممثلات من التمثيليات من يقولوا لهم إنه بابا راح للجنة أو ماما راحت المكان أفضل من هسه أو ماما تسمعك، هي مو راحت تماماً لكن هي باقي تسمعك وموجودة وياك، وهاي ربما يكون وقعها أقل على الأطفال. لكن أنا كمريضة كانسر ومريت بهذا الحدث، يعني كان مفهومي مختلف للأمور ووقعها علي مختلف. سبحان الله وراها فترة أختيها مصارعتها، ما أعرف من الخوف، ما أعرف يعني ظهرعتها زاد لأن هي حالتها النفسية كلش دهورت وصارت هي مسؤوليتها. أختها هماتين ما طولت، توفت أختي هماتين، فبعد وفاة أختي وأمي أنا حياتي انتهت، يعني أنا مريضة نفسياً، أنا ما أتقبل أي شيء، دراستي يا دوب أكملها، يعني بس أريد بس أنجح، وهذا الخوف وعندي صار مثل الهلع. بعدين قرأت عليه اللي هو هاي أنا مو أنا وحيدة، كواي مثلي مروا بصدمات وأزمات نفسية فصاروا مثل حالتي. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هنا الإنسان لما يسعى في كل ما ممكن انه ينجيه، يعني خاصه مريض السرطان، لما اني اخذ كل الجرع واخذ الاشعاعات كلها واخذ الحبوب الهرمونيه اللي ينطوني اياها وابره البطن وما اعرف ايش كل شيء، دا اخذ كل العلاجات بعدها اذا توفاني الله، هذا امر رب العالمين. فيفترض انه يعني ارجع واقول ايش قد ما كانوا الاهل عندهم في المستوى من الوعي والادراك والايمان، هنا أنا راح ينعكس ايضا على الاطفال. انا عندي هاي المشكله اساسا، اني مريضه او خلينا نسميه محاربه لمرض الكانسر، وايضا احنا في شهر التوعيه حول هذا المرض، فهمنا يعني يا ريت انه من خلال هذه الشاشه يكون توعيه او دعوه لكل السيدات بعمل تشيك اب حتى يكتشفون اذا كان اكو اي شيء عندهم مبكرا حتى لا يحول دون ان يوصل الى علاج. بالنسبه للاطفال باعتبار انه انا ايضا ام، كان عندي ابني عمره سنتين وكان عندي يعني بناتي متدرجات في الاعمار الى ان عندي الكبيره بالجامعه، كلهم كان تاثير او وقع الصدمه عليهم كبير، كان كبير وقع الصدمه عليهم. فلما بعدين شلون انا اقدر اتعامل مع نفسي واتعامل مع الاولاد، هذا اللي هو المهم. يعني الام او الاب لما يكون واحد من عندهم مريض، هنا راح يكون هو امام تحديين، تحدي انه شلون يتعامل ويا نفسه بحيث انه ما يخلي هذا المرض يظهر على نفسيته ويظهر على مزاجه وينعكس سلبا على تصرفاته العامه بالحياه، وايضا شلون يحاول انه يعني يحمي الاسره من وقع هذا المرض عليهم من خلال انه يكون هو يتعامل وياهم بشكل عادي، انه لا انا مو معناته انه انا مريضه معناته انه انا تغيرت وياكم او اكو اي مشكله. حتى واحدة من المشاكل كانت مثلاً من أخذ الجرعة سوري أخذ الجرعة لما أجي قالوا أنه أولادش ما يصير الأطفال ما يصير أنه يجون يمش لمدة 7 ساعات على الأقل، لأنه تأثير الجرعة ممكن أنه أنا ما أعرف يعني شنو المشكلة طبياً ما أعرف لها ليش، بس هذا اللي يعني النصيحة اللي كانت. شلون امنع ابني اللي عمره سنتين انه انا من جاي من المستشفى ما يجي يحضني، هاي لانه يعني متعود انه اول ما ادخل من الباب انا احضنه، فهنا كانت عندي هاي المشكله. لما يكون الام واعيه انه شنو هي المشاكل بالضبط وشلون تتعامل وياهم، هنا ممكن انه راح تقلل من وطاه تاثير هذه الامراض وغيرها من الوقوع اللي خلينا نقول اللي في مرض في ازمه في فقد الى اخره من الاشياء، تقلل من وقعها على أطفالها.
للأسف أنا ردت بس أخرج من واقعي إن واحد يهتم بي. أبويا شو يريد يسوي؟ أبويا هم كبير بالعمر كان، واللي يشوفه يعني عباله بأنه أني نتيجة وفاتهم، وهذا الشيء طبيعي. يشوفني أبكي هواية يقول لي أنسي صعد فترة هم بالجنة ويحكي لي من هذا الحكي. أنا مو قصة إنه هم راحوا وصحهم وعزيزين علي وبكيت وأظل أبكي لي هذا الوقت، بس هو صار عندي مرض نفسي، بس أنا ما كنت أعرف بأنه أنا لازم أتعالج. فردت بس أطلع من واقعي، وصلت بالإعدادية وقلت لأبويا أني أتزوج ما أكمل دراسة. مثل ما أكو حالات تؤدي إلى الطلاق، أكو حالات تؤدي إلى الزواج. مثلاً هروب البنت من الواقع اللي عايشة به يؤديها اللي يخلي بها توصل لحالة أنه هي بس تريد تتزوج، أو مثل انخداعها بالمظاهر، انخداعها ممكن بمظهر الشاب، انخداعها بهواية أمور. فهاي الأسباب طبعاً أكيد واضحة تبين. يعني أنا مرة عقدت الاثنين يردون يتزوجون، هي رادت تتزوج لأنه هو شاب حلو فقط، بس أنا من حكيت يعني خلال الحديث ويا الشاب أنه هو أصلاً حتى ما عنده منطق للكلام ولا للرأي، ولا حتى يقدر يعني يخاف حتى من أمه من أبوه. يعني هو ما راح يقدر يسوي لها مركزية، لأنه هو أصلاً ما خالق مركزية لنفسه. وبالتالي رجعوا وطلقوا بعد 3 أشهر من الزواج، وأنا كنت مشخصة هاي الحالة، عرفت أنه هم ما راح يستمرون. ومن سألتها قلت لها شنو الأسباب، قالت يعني هو شخصيته صفر بالبيت. طيب ما دام هو هيك يعني اكيد راح يرجعون يطلقون، لانه الزواج هو مسؤوليه ومركزيه، يعني انت تخلقها لنفسك وتخلقها لزوجتك. فاكيد هذه كلها تبين الحالات، اذا كانت هي هاربه من واقع، اذا كانت مخدوعه بمظاهر، فاكيد انا يعني اشوفها واضحه. فقلت لك انه بنتي الكبيره وقت اللي تريد تجهز للزواج وهاي كل شويه تبكي، قولها مو مهستي ليش تبكي؟ تقول لي أنا دا أبكي إنه أنا فرحانة أنت موجودة وياي من أنا دا أجهز. قالت أنا أكثر شيء كنت خايفة من عنده إنه يمر هذا اليوم أنت ما موجودة، لأنه أنا كانت حالتي كلها صعبة بالبداية، فكانت كلش خايفة. فمهم نفس الحكي قلت لها، قلت لها يوم اللي أنا ما موجودة معناته إنه أنت تعرفين إنه أنا بذلت كل ما بوسعي حتى إنه أبقى وياكم، لكنه رب العالمين هو بعد هذا وقت، هو عنده توقيتات، فما لازم انه انت توقفيني من هذا الحدث او توقفيني من اي حدث ثاني، لازم انه انت حياتك تستمر. نعم افضل انه انا اكون موجوده، لكن اذا ما كنت موجوده انت مستمره، انت ناجحه. فهنا راح يبقى انه لما يفقد شخص، لربما فقد الام خليني اقول اصعب باعتبار انه هي الكونتاكت اللي ما بينها وما بين الاولاد كلش مباشر، اكثر مما مثلا الاب او مثلا الأخ أو الأخت إلى آخره. طبعاً كلهم وقعهم كلش كبير، لكن هنا الاتصال المباشر الدائمي اللي هم يأخذون كل طاقتهم من الأم، طبعاً أم عن أم تختلف يعني، لكنه هذا خلينا نقول الستاندرد اللي موجود، إنه الأم هي اللي أكثر فاعلية بالبيت، بالتالي وقعها يكون أو تأثير فقدها يكون أكبر على الأولاد من أي شيء آخر. لكن تبقى إنه مش قد ما الأولاد يكونون ناشئين في بيئة مؤمنة وتؤمن بقضاء الله وقدره، راح هنا على قد هاي المصيبة وبعدها يتجاوزوها ويحاولون انه تستمر الحياة، الحياة ما توقف على احد. اجى شخص هو تقدم لي، بس للأسف كان واقع كلش صعب من عائلة يعني تعبانة وعائلة فقيرة وعيال هواية، فزادت علي الحالة، وهو ظل بعدين يضربني وصار عندي أطفال، ما فهمني وما عاملني بطريقة حلوة، كان يقول علي هاي بيها جني، هاي ممسوسة، هيك يظن، ما يظن إنه أنا مثل مريضة أحكي له أنا فقدت أمه وأختي وهيك شيء أحكي له، يقول لي شنو يعني ما عادي كل احنا راح نموت، ما تفهمني. وصاروا عندي اطفال والحاله نفس الشيء عندي، ودائما زادت المخاوف عندي. اختيار شريك الحياه هنا المشكله الكبيره، لما هوايه من النساء من الفتيات وهوايه من الشباب ايضا يريدون يهربون من واقع معين، فيروح يورط روحه بواقع أسوأ مما كان عليه، يعني يطلع من حفره وينزل في حفره اعمق. ليش؟ لأنه هذا مستقبل كامل وحياة كاملة. إش قد ما تكون أنت متأني بالاختيار، إش قد لازم تنتقي الأفضل، إش قد لازم تنتقي اللي هو يفهمك ويعرف شلون يتعامل وياك، أنه يهرب لحتى يروح ويفت غير حياة، وهذه الحياة مبهمة وشخص
مبهم ما عارف هذا شنو طباعه وشيته، هذا مو هروب، هذا وقوع في الفخ، هذا فخ، هذا هاي الشق الأول. أما الشق الثاني مسألة المس وغيرها، للأسف هواية بمجتمعنا يعتقدون أنه المشاكل النفسية اللي تصاب بها المرأة أو الرجل، لا أحكي بشكل عام، لكن لما يصاب بي أو يسلك في سلوكيات معينة مباشرة يأخذون موضوع المس ويشبعوا بيها، يشبعون تفكيره بأنه أنت ممسوس، أنت بيك شيء، أنت أكيد مو صاحي، أنت يوصل إلى مرحلة أنه هو يصدق أنه هو ممسوس وأنه هو أصاب بما بسوء خلينا نقول، ويوصل إلى مرحلة يحاول أنه يتعالج لكنه علاجاته هو نفسه يقوم يقاومها، لأنه هو مو دا يتمرض، هو لا هو مقتنع بأنه هو مريض. فهنا المشكلة هي مشكلة مجتمعية، إيش قد ما هو الإنسان يكون واعي بحيث أنه ما يتأثر بكلام الآخرين، من واحد يجي يقول له أنه أنت ممسوس أنت ما أعرف إيش، هو يعرف تماماً أنه هو ما ممسوس، أنه هو عنده مشاكل نفسية، أنا مشكلتي النفسية كذا وكذا وكذا، يعرف يتعامل وياها المقابل، يعرف ما يعرف على الأقل خلي يقطع أذى عني، خلي ينأى به جانباً. أنا أشوف أنه البلوغ هو مو كافي حتى يتم زواج، البلوغ الفكري هو كافي حتى يتم الزواج، فأني أشوف من أساسيات الزواج هو البلوغ الفكري. يعني المرأة الناضجة راح تكون فرصتها بالطلاق كلش قليلة وفرصتها بالزواج أيضا قليلة، لأنه هي من تكون ناضجة أكيد تختار شريك حياة ناضج. فمن أساسيات الزواج هو النضوج الفكري، إكمال الشهادة الجامعية، ولو هي هاي مو شرط، يعني مو شرط كافي حتى يعني، بس يعني هي أساسية. فهاي الشغلتين أنا كلش أشوفهم طبعا مهمه، بس يعني احنا ما نقدر نفرض، يعني اذا جوني اثنين يعني يردون يتزوجون واشوفهم يجوز هم مكملين جامعه، بس اشوف فكرهم كلش واسع ومتوسع، خصوصا هسه بعد انفتحنا على عالم السوشيال ميديا، يمكن قدرت المره هي تثقف نفسها وهي قاعده بالبيت، يعني حتى انه مو شرط انه هي محتاجه الشهاده 100%، خصوصا اذا واقع حالها انه فارض عليها هي بدون شهاده، فتقدر تثقف نفسها وتوعي نفسها وتعرف وضعها بدون حتى انه شهاده من كتاب يمكن. فاشوف انه الوعي الفكري كلش كافي. وصلت المرحله اني يعني 13 سنه زواج واطفال عندي، وصلت المرحله انه اريد انتحر، فاي محاوله بانه اني اذا بقيت وحدي احنا وباقيين طبعا ويا العيال، انه اي لحظه اريد انتحر، اريد اقتل نفسي، او وصلت مرحله انه اريد اقتل اطفالي. فانه هي تكون اطفال وهي بوضع ما مستقرة نفسيا ولا جاهزة، لا ماديا ولا نفسيا ولا صحيا، لحتى تقدر ترعى هذول الأطفال، فهذول شنو ذنبهم أنا أجيبهم للحياة؟ هنا هذه مشكلة، المشكلة الأساسية في صديقتنا هي مشكلة وعي، هي من البداية ما كانت على وعي كافي بأنه تعرف شنو المشاكل النفسية، اتخذت قرارات سيئة أو غير صحيحة غير صائبة بأنه راحت ارتبطت بشخص آخر وما فهمت شنو الحالة مالتها، وبعدها قررت أنه تجيب أولاد وما كانت واضحة ويا نفسها بأنه هل هي على قدر هذه المسؤولية أو لا، هل ستبلي بلاء حسناً وياهم أم لا، وبعدها وصلت إلى مرحلة أنه شافت الأمور فلتت عن السيطرة، ما قادرة أنه تسيطر أو تدير الأمور، ماكو كنترول بالموضوع، فقررت أنه تنهي حياتها. هذه المشاكل لربما صديقتنا قدرت توصل لنا وحشت هذا الموضوع، لكنه أكو هواية من هاي المشاكل مكررة خلف الكواليس ما حد يعرف بيها، وبعدها أما يروح للانتحار، أما يحرق نفسه، أما تحرق نفسها، أما تقتل أحد من أولادها، تقتل زوجها، وإلى آخره من المشاكل اللي تصير نسمعها بالسوشيال ميديا وغيرها بالأخبار، هي كلها نتيجة تراكمات من الطفولة وبقت تتراكم عليها لأنه ما صار لها أي علاج وما كان لها الوعي الكافي لحتى أنه تعرف شنو هو بالضبط أساس المشكلة، فما تعالجت إلى أن وصلت إلى مرحلة كبيرة من الدبريشن، وصلت إلى مرحلة الانتحار والقتل. طبعاً أنا واصلة لهذه المرحلة، وكانت أكو وحدة بالمنطقة هي مثقفة واعية وهي اللي خلتني أطلع وأقرأ وساعدتني كلش هواية، سبحان الله، هي الله يعني شلون اللي أرسلها إليها حتى تنقذني من واقعي، قلت لي أنت لازم تروحين طبيب نفسي. طيب زين أنا شلون أروح طبيب نفسي وأنا هذا وضعنا وهذا الفقر وهذا هذه؟ هي قالت أنا بالبداية راح أخذك جلسات
على حسابي، ويعني جزاها الله خير ما قصرت. بقيت 6 أشهر جلسات على حساب هاي البنية، تخطيت الخوف. يعني سبحان الله، يعني كأنما انولدت إنسانة جديدة، تغلبت على الصدمات. من وعيت قلت أني ما استمر مع هذا الزوج. شفت زوجي يعني قد ما كنت أني هيك عندي هذا، شلون عبالك غشاء على عيني ما أشوف المقابل، أشوف بس أني دائما أني المزينة. من شفته هو ما عاملني بطريقة حلوة كل هذه الفترة، ومستمر يعاملني بهيش طريقة، من أقول له أنا صرت أحسن، يقول لي لا أنت بعدش ملبوسة تبي تجن، ويضحك علي وقدام. يعني شلون اللي جاي أشوف ما كنت أشوفه، شلون ده يضحك والأطفال يضحكون وهاي النظر علي. فأنا قلت أخذ أطفالي وأروح البيت أبوي. وهل اللي يروح للطبيب النفسي هو فعلا مريض نفسيا، او انه هو مخبل، او انه هو مجنون؟ عندنا عده مراحل نروح بها طبيب نفسي. ممكن مرحله بسيطه اللي هي الوسواس القهري. قبل فتره احد التقيت به يقول اني من ارد اغسل ايدي ابقى تقريبا نص ساعه جوا المي وخال ايدي، كل ما ارد اوخرها اعتقد انه اني ما نظفت ايدي، استمر انه اغسلها. هذا وسواس قهري، هاي مشكلة انه شخص ما يحب انعزالي، ما يحب انه هو يتواصل ويا الاخرين، ما يقدر انه يعرف عن نفسه ويثبت وجوده بالمجتمعات مجتمعيا. هاي مشكلة نفسية انه شخص مريض مثل او اصيب احد من افراد عائلته بمرض وانعكس سلبا عليه، هذه مشكلة نفسية. انا من اروح الى طبيب المعالج النفسي او الطبيب المتخصص بعلم النفس وهذا المجال، أنا مو معناتها إنه أصبت بالجنون، معناتها إنه أكو فد مشكلة، أكو فد ثغرة نفسية. هاي المشكلة تتأثر سلبا على صحتي بالكامل، تتأثر على طريقة تعاملي، على سلوكياتي، على موهبتي، على مهاراتي، على كل ما يحيط بي، وبالتالي أيضا على الدائرة اللي هي حوالي واللي هي مرتبطة بي، سواء أولادي أخوتي أمي إلى آخره. فش قد انه احنا لازم هنا نكون واعيين بانه لا، روحوا للطبيب النفسي، شوفوا شنو المشكله، حاولوا تتعالجون. ما مقتنعين بالعلاج اللي هو تناول دواء، على الاقل اسمعوا من عنده واحكوا، روحوا على معالج نفسي اللي هو يتعامل بالكلام، شوفوا انه هذه الجلسات لابد انه هي تغير للافضل. أنا وصلت مرحلة عمري 42 واتحمل المسؤوليه واقعد عليهم، من واجهته شو سوى، ضربني أكيد وما قبل. وأنا يعني قال لي إذا تطلعين بعد ما ترجعين، وإذا تطلقين أنت روحي طلق روحك، وأنا ما عندي، ومن هالحكي. فأنا رحت لأبويا وخذت أطفالي. قلت أبويا، قال لي لا، إحنا ما عندنا هيك شيء، وأنت بس أنت الوحيدة، وبعد هذا العمر تتطلقين، أنت المفروض تصيرين أوعى، أنت تقولين أنا طبيت وأنا صرت زينة، المفروض هو تغيرينه. زين أنا شلون أغيره وهو ما متقبل إنه أنا تغيرت؟ فبالبداية كانت مجرد زعلة، ما يسأل، ما يجي، هملنا. بعدين أنا ردت إنه بعد ماكو حتى مصرف ما ينطينا، فردت أني إنه أنا أشتغل. وصح أني كبيرة بالعمر، بس ممكن أشتغل من البيت. حاولت أشتغل من البيت، بس ماكو ذاك الدخل مثل ما أروح أشتغل بمكان، أشتغل عاملة منظف، أي شيء أشتغل حتى أتساعد. طبعا ما قدرت، لانه هاي البنيه اللي ساعدتني قالت لي هذا مو مستواك، ما يصير انت تقولين اريد اشتغل هيك شيء، انا راح اساعدك. المهم ساعدتني، اشتغلت بمكتب سكرتيره، ارتب مواعيدهم، وهذه هم شركه فارتب مواعيدهم، وهذا الحمد لله طوري ظلوا يعطوني راتب. هذا راتب يعني ما اقول لك فشي، بس هو ساعدني. يعني أطفالي نقلتهم مدارسهم هاي السنة كاملة على هذا الوضع، هو اللي سأل بينا ولا يدري. فأنا وراها قلت أريد أتحرر، يعني أخاف يعني هذا الشيء إلى متى أنا أبقى متعلقة به. هو مثل هجرنا، فرحت سألت محامي وعن طريق أم الشركة، قالوا أنتوا هذا هجر وتقدرين ترفعين قضية طلاق لسبب الهجر، وهو تجي بلاغات وبعدها هو يشوف شلون. طبعا الهجر مادة 43 تحدثت عن هجر الزوج لزوجته، بس هو يحتاج انه يكون الهجر لمدة سنتين. هي هنا ما متحقق عندها الشرط، لانه هي سنة واحدة غير كافية للهجر، زاد انه هي تركت الدار الزوجية. بس اللي متحقق عندها نقطة واحدة، انه هو ابد ونهائيا ما سأل عنها ولا عن الاطفال ولا حتى جايهم، ف
فهذا السبب رئيسي. يعني إذا تكون دعوة الهجر السبب الرئيسي هو يكون أسبابين رئيسية، اثنين سببين العفو، هو أنه ترك سنتين زائد أنه ترك سنتين زائد أنه يكون الزوج نهائيا ما راجع الزوجة نهائيا، لا بسؤال ولا حتى طلب يعني دز أحد من أهله ولا حتى دفع لها أي نفقات يعني إلها والأطفالها، فهذا حتى يحقق الهجر. نعم أكيد. بعد إذا شاف القاضي أنه سنتين متروكة الزوجة، حتى الفراش الزوجي يعني متروك، يعني لازم يكون ترك حقيقي، يعني مو ترك أنه مجرد سنتين بس احتمال صاير بيناتهم يعني علاقة زوجية مثل ما نقول، وهذا شيء يعني واقع يعني دا أحكي، فيتم الطلاق إذا كان محقق هذه الشرطين اللي هي السنتين. طبعا الزوجة تأخذ كل حقوقها وتأخذ نفقاتها، لأنه هو التفريق القضائي يتم به كل أخذ كل الحقوق للزوجة. أنا طبعا يعني جدا أحييها على هذه الخطوة، باعتبار أنه لما تكون حياتي لتستمر بشكل خاطئ، ليش أنا أستمر بالخطأ؟ ليش ما أوقف هذا الخطأ؟ أنا أوكي أخذت قرار سيء بالبداية وأنه ما اختاريت الاختيار الصحيح، ما انتقيت الأفضل إلي أو المناسب إلي، لكن هل أنه لازم أستمر طول عمري أنا أدفع ثمن هذا الخطأ؟ لا، لازم أوقف حد. فهنا لما هي راحت وشافت أنه شلون ممكن تعيش، يعني شلون المشاكل اللي يصير، وغالباً أكثر النساء تعاني من عندها، أنه تروح من مرحلة الأمان السيفتي زون مالتها، تروح من عندها إلى مرحلة خطر، أنه شلون راح ألقى أحد يصرف علي، راح ألقى مكان أنام بي، راح ألقى إلى آخره من الأشياء اللي هي خلينا نقول الأشياء الأساسية للحياة، طعام ونوم ومكان آمن تلوذ بي. لكن لما هي راحت قررت أنه تشتغل وعرفت أنه شلون تحل هاي المشاكل، فهذا موضوع جدا أنا يعني أنصح به، أنه لما يكون عندك مكان أنت تحس أنه هذا المكان أنت ما منتمي له، أطلع. أكلة ما حابها لا تأكلها، موضوع ما حاب تحكي به لا تحكي به، لا تجبرون نفسكم على أشياء، لأن الحياة ما تسوى أنه إحنا نعيش فد بيها بطريقة إحنا ما عاجبتنا، هي قصيرة جدا. يعني قرار الطلاق نعم بالنسبة إلها نعم كان صائب، باعتبار أنه هي ما عايشة حياة سوية ويا زوجها، وممكن كان رجع عليها المرض النفسي مرت اللخ، لأنه دا يقول لها دائما، دا يقول لها أنه أنت ممسوسة، وأنه أنت مرة أنه أنت تحاولين تحافظين على بيتك وتحاولين تحافظين على أولادك، لكن هذا مو معناتها أنه أني أمحي نفسي تماما. يقول أنه أنت عزيز لكن أنا أيضا شاري نفسي، فأنه ما عستك شيء، وانه انا احاول انه اشريك واحاول انه ادير بالي عليك وادير بالي على كل وضعنا شيء، ولما يكون الموضوع متاثر او يخص صحتي ويخص نفسيتي ويخص تعاملي ويا نفسي، هذا شيء ثاني اكيد نفسي اولى. رديت اطلق ورحت للمحامي سويت هذه القضيه، هو رفض وقال انا ما اطلق، ويعني شلون رفض الطلاق؟ فبعدين انا قلت لهم انا يعني اريد مروتكم، يعني هم كانوا اصدقاء هذا المحامي هاي، فاريد بها من يمكم، انا ما اعرف بهاي المسائل، وحتى لو هذا مثل هذا الشهر لان تطول ما اريد راتبي طول المحامي بس خلي يمشي الطلاق. هم طبعا لا ساعدوني، وسبحان الله انا اقول يعني شقد ما واحد تضيق بي بس اكو ناس تقدر يعني تساعدك، اكو يعني اكو هواي ناس تساعد والخيرين موجودين، فهم ساعدوني. ما اعرف شنو اللي صار وياهم، بس انا اللي سمعته انه هم قالوا لازم هو يسوون مخالعة او هيك شيء، بس المحامي قال لهم لا الهجر مالته صحيح وراح امشي على هذا الموضوع، وهو اصلا ذاك ما عنده المخالعة، هي رضا بين زوجين او اتفاق، يعني هو دائما المخالعة هو اتفاق الطرفين على الطلاق، أما بالبذل أو بدون بذل. يعني هي إذا أرادت تبذل إنه أنا أتنازل، نقول بالعامية إنه أتنازل عن الحاضر والغائب وأثاثي وشغلاتي، فعادي ممكن، وهو يوافق على هذا البذل فممكن يتم الطلاق بالخلع. يعني الخلع هو بذل. أنا شفت السبب إنه هو كان بسبب عدم الإنفاق، لأن ذكرها للحالة المادية، وإنه هو حتى انطاها أطفاله في سبيل إنه هو ما ينفق عليهم،
فهذا هو يعني أكيد السبب، لأن الهجر مثل ما قلت لك هو ما تحقق، لأن هي تركها كان فقط سنة، فأكيد تم بسبب عدم الإنفاق الطلاق. ما عنده يعني محامي ولا أي شيء تواصل وياه، والمحامي ما أعرف شلون خوفه اتصل بي، يعني هو تفاهم وياه بالبداية، هو قال يريد إنه نرضي، بس لا أنا عندي ولا هو عندي ينطيني الحقوق، وحقوقي بالنسبة لذاك الوقت هي لا شيء هسه، إلا إذا قالوا تتعادل بذهب أو بهيك شيء، أنا كل شيء ما أريد، قلتهم متنازلة، بس إنه الأطفال يبقون يمي، وقالوا هم الأطفال ولا هم يعني كبروا وراح يدخلون مرحلة إنه هم يخيروهم بين الأب والأم، بس أنا قلت لهم لا أريده هو يعني يتنازل عليهم ويكون يبقون يمي، هو ما رفض، قال بالعكس هو أنا أقدر ما أقدر أتحمل مسؤوليتهم، بس أريدها ما تحرمني من يمهم، وأنا ما يعني مو قصة إنه ما أحرمهم، هو أصلا سنة كاملة ما سأل، بس قلت لهم عادي ما أحرمهم، ويريد يشوفوه يريد هو يجي يشوفهم ما عندي مشكلة. موضوعها أنا شفت إنه هي كلش متعاملة وياه إنسانياً بهذا الموضوع، إنه مشاهدة الأطفال، لأنه انتهاء الرابطة الزوجية ما تعني انتهاء الرابطة بين الأب والطفل، لأنه أكيد الطفل محتاج وجود الأب بحياته حتى وإن كان بالغ، يعني حتى بالغين من هذا العمر إحنا نحتاج الأب موجود بحياتنا. زائد القانون يعني وجب على يعني انه الاب لازم هو اللي يشرف على، حتى اذا كانت الحضانه للام، يشرف على التربيه وتعليم الطفل، الماده 57. فاني اشوف انه هي تعاملت ويا انسانيا انه تسمح انه يشاهدوا، فهذا الشيء كلش انساني. وحتى اذا انا انصح كل ام اذا انتهت الرابطه الزوجيه وصار واقع حال بعد الطلاق، يعني خلاص هاي هي، مت زيد الآثار على الطفل، يعني تخليه عادي إنه يشوف والده ويتواصل وياه، وبالعكس هذا الشيء يعني كل شيء أنا أشوفه كل شيء إنساني. إنه أنا ما عايشة ويا هذا الشخص حالياً مو معناته إنه أنا قطعت تماماً عن حياتي، هذا أبو أولادي، يعني شئت أم أبيت أنا هذا عندي فد ارتباط قوي بي اللي هم ذول الأولاد، فإنه أنا أجي أحرمهم من عده أو أحرمه من عدهم، فهذا شيء سيء تماماً، وما أنصح به أي وحدة سواء مطلقة أو تعزم الطلاق أو أي وحدة، يعني لا توصلين لهاي المرحلة، لأن هاي المرحلة مو صحيحة. خليه يشوفه، خلي هو يجي يشوفهم، خلي تعاملك وياه صحيح، يعني مو أنت مو عدوة إله ولا هو عدو إلك، أنتوا ظلون أصدقاء، أنتوا ظلون دائما تتناقشون بأمورهم، تحاولون دائما توصلون الحلول لمشاكلهم، لكن ما عايشوا وياه بنفس المكان، فهذا مو معناته أنه أنا أنقطع تماما، أنا ما بقيت ببيته، لكنه أنا باقية متواصلة وياه. بسبب شنو؟ بسبب أنه عندنا مشتركات، هذول المشتركات لازم نحافظ عليهم، وهم بحاجة إلى أنه يقولون بابا، وبحاجة إلى يطلبون من عنده، وبحاجة إلى كل المسائل أو الأشياء الأبوية اللي يقدمها الأب لهم. وعدت الوقت وما إجا ولا سأل، وصار الطلاق طبعاً، لا هو سأل على ولده ولا هم سألوا عليه مثل اللي نسوه، وأنا قلت أحاول ما أعرف، أريد أسألكم إذا أودي يعني أحد عليه، أنه ما أريد يعني أنه يمحون ذكرى لأبوهم مهما يكون، لأنه هو حالته ما يقدر يتزوج بعد ويكون العائلة، على الأقل ذولي سنده، وهذا أنا جاي أسوي اللي يرضي رب العالمين. فقلت انه الناس تروح تحكي وياه حتى انه يشوف او ولده يحكي وياهم، يروحوا اللي يسمح لهم انه يجوا، هو ما عنده مشكله طبعا انه يجوا، بس قلت بالبدايه خلينا نشوف شنو رايه، اذا بعد ضايج من موضوع الطلاق وهاي طلعت وهاي، فاني حد ما يتقبل هذه الفكره، واريد يعني الولد يبقون علاقتهم بأبوهم، لأنه الأب مو مثل الأم، أنا قد ما أربيه بس مو مثل الأب، يعني يعطيهم واي أشياء يساعدهم حياتهم بالشارع، أنا ما أشوفهم، وأنا هم ملتهية بشغل، فأردت أنه يكون عين عليهم لأنهم جاي يكبروا. وهاي هي مشكلة عدم الإنفاق، هي مشكلة يمكن حتى الأزواج اتخذوها هي مريحة لهم، أنه أنا ما راح أدفع نفقات وأطلق وأخلص، بالتالي هي مشكلة هم تكون اقتصادية، يعني هي ممكن البطالة مأثرة على هاي الحالة، ممكن الوضع الأمني مأثر على هاي الحالة، فهي يعني
أنا ما أرجحها، يعني أنا ما مرجحتها ولا مضي الحق للرجل بهذا الأمر، إنه لأن هي تبقى نفقة الزوجة والأطفال هي للأب، يعني الأب هو واجب عليه. فأكيد تمر هيك حالات هواية ويتم بسببها الطلاق، لأنه هي المحكمة تمهل، العفو دائرة التنفيذ تمهل 60 يوم، بعد 60 يوم راح دائرة التنفيذ تستخدم كل وسائل الإجبار على حضور الزوج على أداء النفقة. وأكو حالات تصير إنه يوصلون كلش يعني للطلاق، بس إذا الزوج دفع النفقة ترد الدعوة وما يتم الطلاق. وأكو حالات لا خلاص يتم الطلاق بعد ما تستخدم دائرة التنفيذ كل وسائل الإجبار على حضور الزوج على أداء النفقة وامتنع هو عن الأداء، يتم الطلاق. يعني الطفل إذا حفظ هاي الصورة عن طفولته كلش مؤلمة، إنه أنا أشوف والدي ساعات معدودة بداخل مكان، راح أشوف بي حالات عجيبة غريبة، راح أسمع بي أصوات، راح أسمع بي كلام يمكن حتى ما يليق بطفولته. فيعني موضوع كلش شائك إنه الطفل يشوف والده بالمحكمة، ولا هو هذا واقع حالنا. بس يعني نحاول إنه أنا دائما كل أم أسوي لها دعوة نفقة أو حضانة أنصحها، يعني نصيحة أخيرة بعد يعني صدور القرار وهيك، إنه خلي الطفل يشوف والده وخلي دائما يصير إنه يشاهده عادي، مثلا إذا كان خارج البيت ياخذه مكان أو يبات يمه يوم واحد، هاي كلها ما راح تأثر، بالعكس هذا يعني راح ينعكس عليك أنت نفسيا، يعني أنت راح تكوني مرتاحة وهو يكون مرتاح. حابة أوعي الناس إنه إيش قد ما بيكم لا تستاقلون من مسألة العلاج، سواء كان جسدي ولا نفسي ولا كان بالكانسر ولا غير مرض، لا توقفون وتخافون من العلاج، واجهوا مشاكلكم، واجهوا مخاوفكم، شوفوا بالضبط شنو الأشياء اللي تخوفكم وحاولوا تعالجوها، وكونوا دائما أقوياء وقد المسؤولية. أتمنى لكم التوفيق. للتأكيد هي مشاهدة الأطفال، يعني هنا يمكن حيقولون هي ترجح الحق للأب، بس أنا لا، أرجح الحق للطفل، لأنه الطفل كلش يعني مثل ما إحنا إن حقوق الطفل كلش إلى حق، إلى حق يعيش لحظات مع والده، إلى حق يعيش زيارات أجداده، لأنه أكو حالات حتى يمنعهم من زيارات أجدادهم، فالأجداد تعرفين هم كلش متعلقين بأحفادهم. فأني نصيحتي الأخيرة إنه الخلاف الزوجي واحد، والخلاف الطفل وأب هذا يعني خلاف المفروض ما يكون. فنصيحتي هي يبقى التواصل مع الأب والطفل